خليني أعطيك رقم لخلال هذه 9 أيام من شهر رمضان المعظم، نتحدث عن 1292 حالة مصابة جديدة بكورونا. كيف تقرأ هذا الرقم خلال 9 أيام من شهر رمضان؟ هو كما تعلم سيدي الفاضل أنه بعد التلاشي في الحجر المنزلي، نحن لاحظوا باللي المواطنين الجزائريين تلاشوا على يعني قبل 3 أيام ولا 4 أيام قبل رمضان، ونظن الأسبوع الأول من رمضان، وهذا بعد المحلات لوفيرتيو تاع المحلات الأسواق الدول كان شويه تراخي من ناحيه المواطنين، تراخي من المواطنين، وان شاء الله هذا يكون برك جايز هكذا، وان شاء الله الانسان الجزائري يعاود يولي للتعقل من ناحيه احنا نسقيو لهم لي مزور بارير، والانسان التباعد البدني، ولا احنا نقولوا التباعد الاجتماعي، والحجر المنزلي. الانسان اللي ما عندوش واش يعمل في الخارج، وهذا شهر صيام يعني مش شهر اكل، الجري هكذا والهروله على الاسواق والهروله على المصانع على الحلويات مصانع الاسواق والمحلات الحلويات، نظن بلي هذا ان شاء الله ينقصوا الانسان يعاود يولي للعقلنه ويتعقل المواطن الجزائري. وما كاش حل، هو الحل انه الانسان الحجر احترام هذو لي مزيان، واحترام التباعد والكمامه. نظن بلي رانا في وقت درك ونيز المواطن الجزائري لازم يعمل كمامه. هذه الاخر الشيء الثاني، ولا حبيت تسمح لي نتكلم فيه؟ تفضل. هو احنا صح رانا شفنا الارقام كبيره، الشيء الايجابي نقدر نقولوا رحم الله الوفيات. الشيء الايجابي انه كان تلاحظ ال 20 ايام الاخيره انه عدد الوفيات بدات تنقص بارابول عدد الحالات اللي تكون. احنا صافي 3 ايام لحقنا حتى اكبر عدد حالات مسجل، وهي 199 حاله، واليوم من الحالات راهي 141 حاله، ولكن عندنا 6 وفيات رحمهم الله. تقدر أن نلاحظوا بلي نسبة الوفيات إن شاء الله راهي تنقص، وإن شاء الله تزيد تنقص.